بمشاركة ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب، افتتحت بسلا أشغال المؤتمر الوطني الأول حول منظومة الجيل الخامس. هذه التظاهرة تهدف إلى أن تكون منصة استثنائية لتبادل الآراء بين المشاركين المغاربة والدوليين لمناقشة وتحليل تكنولوجيا المستقبل من خلال استحضار جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. معايير أخرى تتدخل في الجيل الخامس الصناعي مقارنة بتقنية الجيل الخامس الموجهة للعموم، ومن خلال هذه التظاهرة سنتمكن من دراسة مدى أهمية منظومة الجيل الخامس وتحدياتها في مجال الصناعة وغيره. إن تنظيم هذا الحدث يعد نجاحا بحد ذاته، على اعتبار أن هذا المؤتمر يهدف إلى أن يكون نقطة بداية لإطلاق هذه التكنولوجيا. هذا الحدث يروم الإسهام في تطوير مناخ الأعمال المرتبط بمنظومة الجيل الخامس من خلال تقديم نماذج أعمال مبتكرة والمساهمة بالخبرات التقنية القيمة لفائدة الفاعلين في هذه المنظومة.